عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ثم لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بثلاث أنواع من الأطعمة تسبب تهيج القولون، احذرها في العيد. بعض الحبوب والمكسرات يمكن أن تزيد من انتفاخ البطن وتهيج القولون العصبي عند الإكثار من تناولها في العيد. وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن من الحبوب التي تزيد من انتفاخ البطن وتهيج القولون العصبي مثل الترمس والسوداني وحبوب القمح. وأضافت في تصريح خاص لمصروي أن تناول كمية كبيرة من السوداني خاصة تزامنا مع قدوم العيد يسبب انتفاخ وتهيج القولون، يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون التي تضغط على الجهاز الهضمي. وأضافت أن الترمس يسهم في تعزيز صحة الأمعاء، ولكن الإكثار في تناوله يسبب تهيج المعدة والشعور بالانتفاخ والإسهال والإمساك. وكادت أن حبوب القمح من مسببات تهيج القولون العصبي نظرا لاحتواء حبوب القمح على مادة الجلوتين التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية. وبهذا وقدمت عدة نصائح: تناول كميات بسيطة من الترمس، تناول كميات بسيطة من الفول السوداني، الابتعاد عن الأطعمة التي تهيج القولون، الابتعاد عن منتجات الألبان. وبهذا قد أوفيناكم بثلاث أنواع من الأطعمة تسبب تهيج القولون، احذرها في العيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.